بسم الله الرحمن الرحيم، مع كنز عظيم جدا كنوز السنة، كيف نحصل في الأيام العشر في يوم الجمعة ثواب عبادة 40 مليون سنة عبادة أو ربما أكثر؟ أولا، له يوم الجمعة له فضل عظيم، له الإمام النسائي والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث أوس بن أوس: من بكر ابتكر وغسل واغتسل ومن غسل واغتسل وبكر وابتكر ودهن من طيب اهله ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت ولم يلخ كان له بكل خطوه يخطوها عمل سنه قيامها وصيامها. بمعنى ان انت في يوم الجمعه. طب في حديث ثاني رواه الامام ابو معشر الطبري المقري، الامام ابو معشر الطبري الحافظ، من حديث ابي بكر الصديق: لا، ده انت مش كتب لك بعباده سنه بس، ده كتب لك عباده 20 سنه، وفي روايه 200 سنة. خلينا في الثواب اللي هو ب 20 سنة، ربما لأن نفس الرواية دي في رواية منها ب 200، فأنا أخشى إن ممكن يكون الراوي زود، ما خدش باله وزود، خلينا في الأقل أضمن. طيب، معنى كده إن الإنسان في يوم الجمعة لو بكر وراح بدري يوم الجمعة واغتسل ياخد بكل خطوة ثواب 20 سنة عبادة. طب انت لو مشيت، لو صليت في ابعد مسجد عن بيتك، ما صليش في المسجد القريب، لان قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم ممشاه. في واحد هيرد عليه يقول: ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا في المسجد، يصلين احدكم في المسجد بجوار بيته ولا يتتبعن المساجد، يعني ما يروحش في مساجد بعيده. الكلام ده في الصلوات المكتوبه، مش المسجد ما يبقاش فاضي. لكن صلاة الجمعة بيأتيها الناس من كل مكان. فصلاة الجمعة لها وضع مختلف عن الصلوات العادية. صلاة الجمعة مش عبادة. كل خطوة مش بقيام سنة وصيامها، لا، ده بقيام 20 سنة وصيامها وربما 200 سنة. طيب، ده في الأيام العادية مش في الأيام العشر. يبقى أنا لو مشيت لأبعد مسجد وتختار مسجد كبير، مسجد جامع، زي أنا شخصيا بصلي في مسجد المواساة لأن أنا من أهل الإسكندرية. بمشي أكتر من 1000 خطوة رايح و1000 خطوة جاي. لو انت مشيت 2000 خطوه، يبقى 2000 خطوه كل يوم الجمعه ب 20، اضرب 2000 في 20، 40000 سنه عباده. طيب، رواه الامام البيهقي باسناد لا باس به. هقول لحضراتكم ادله كتير على صحه هذا الحديث ايضا، يعني الامام البيهقي حسن ومصحح الحديث. من حديث انس بن مالك: كان يقال في الايام العشر كل يوم فيها ب 1000 يوم ويوم عرفه ب 10000 يوم. معنى الكلام ده ايه؟ ان صواب اي عمل صالح في ايام العشر بيتضرب في 1000 يوم، وفي الايام العشر وفي يوم الجمعه وفي يوم عرفه بيتضاعف اكثر من 10000 يوم. في حديث ثاني صحيح عن عبد الله بن عباس ان الصواب يتضاعف 700 ضعف، وده يقوي ويصحح هذا الحديث. في دليل ثالث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ما من ايام العمل فيها احب الى الله من هذه الايام. قال رسول الله: ولا جهاد في سبيل الله، قال: ولا جهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. معنى كده ان الرسول قارن بين ضياع المال وقتل النفس، ولو حصلت واحده منهم بس العمل الصالح في الايام العشر افضل. طب الانسان اذا قتل في سبيل الله، طب ما دي شهاده، يبقى اذا العمل الصالح في الايام العشر يصل بك الى منازل اعلى منازل الشهداء. ده حتى يوم الجمعه في الايام العاديه. والحديث ده رواه الامام السيوطي والامام حسام الدين المتقي الهندي في كتابه كنز العمال، انه قال عليه الصلاه والسلام: ركعتان في يوم الجمعه افضل من 1000 ركعه، وتسبيحه في يوم الجمعه افضل من 1000 تسبيحه. ده الكلام ده في يوم الجمعه في الايام العاديه. ويؤكد هذا الحديث حديث رواه ابو داود في صحيحه، حديث طويل لا الذي يقول: ويوم الجمعه عند الله افضل من يوم النحر ويوم الفطر. ويوم النحر ده اللي هو اليوم الاكبر، اللي هو من اعظم الايام في الايام العشر. اذا كان ده فضل يوم الجمعه، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فضل يوم الجمعة على سائر الأيام كفضل رمضان على سائر الشهور، يبقى بالكم بقى بفضل الأيام العشر. كل ده يصحح ويؤكد بما تأكيدا قويا جدا إن الأيام العشر الثواب بيها بتضاعف 1000 ضعف. طيب، لو أنت بكرت في يوم الجمعة، يبقى أنت مش هتاخد 40 سنة 1000 ومشيت 1000 خطوة، يبقى أنت هتاخد مش هتاخد 40000 سنة عبادة، لا، اضرب الكلام ده في 1000، يبقى 40000 في 1000 ب 40 مليون سنة عبادة.
لان ما كانش الحديث، ما كانش الروايه اللي فيها 200 صحيحه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ممكن ربما يكون صاب اكتر من كده بكتير. طيب بس المشكله بقى في حاجه هنا، الناس فاهمه التبكير غلط. التبكير لازم يكون في اول ساعه بعد صلاه الفجر، بعد شروق الشمس، كما قال جمهور العلماء من الشافعيه والحنابله والاحناف. ايه الدليل على كده؟ الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب في الساعه الاولى كان كما قدم بدنا، ومن ذهب في الساعه في الثانيه كان كما قدم بقره، ومن ذهب في الساعه في الثالثه كان كما قدم كبشا ام لحما، ومن ذهب في الساعه الرابعه اللي بيروح فيها اكتر الناس دلوقتي اللي هم اللي بنقول عليهم مجتهدين كان كما قدم دجاجه، ومن ذهب في الساعه الخامسه كان كما قدم بيضه. الرسول قسم الخمس ساعات من صلاه الفجر او من شروق الشمس، من شروق الشمس لغايه صلاه لغايه صلاه الجمعه خمس ساعات. فقلنا ان شروق الشمس يكون الساعه 7 في الصيف او الساعه 6 لغايه الساعه 12. يبقى طب الناس اللي بتيجي الساعه 10 دي بتيجي في الساعه الثالثه، اللي انت بتقدم، اللي هي بتساوي دجاجه او بيضه، ده اكتر الناس. فانا بينت الكلام ده باستفاضه في المذهب الصحيح في التبكير لصلاه الجمعه. طب ايه الدليل على كده؟ يبقى اذا اللي بيجي في الساعه ديت مش هياخد الثواب ده. يبقى لازم تروح في اول ساعه بعد شروق الشمس عشان تحصل الثواب كامل اللي هو 20 سنه عباده او ربما 200 سنه عباده. ليه؟ لان الفرق كبير جدا بين اللي بيقدم دجاجه واللي بيقدم بدنه اللي هي الجمل او الناقه او البقره. البقره وزنها في متوسط في الوسط 500 كيلو، والدجاجه وزنها كيلو ونص. فرق شاسع جدا. يبقى هنعمل ايه؟ طيب المساجد دلوقتي كلها قافله، بتقفل ما بتفتحش الا الساعه 10. يبقى عشان انا احصل الثواب، طب ايه الدليل على ان لازم ان الثواب الصحيح ما يتاتاش اولا فعل الصحابه والتابعين زي ما قال الامام احمد بن حنبل وجمهور العلماء؟ حتى في واحد من العلماء اسمه ابن مكي قال لك اول بدعه حصلت في الاسلام هي غلق المساجد يوم الجمعه بعد صلاه الفجر، ويفضل تفضل الجامع مقفول لغايه الساعه 10 صباحا. انا شخصيا بروح بصلي الفجر جماعه، واروح اخد المصليه بتاعتي الساعه 6 ونص او الساعه 7 الصبح، بكون هناك في فناء جنب المسجد، بفرش وافضل قاعد لغايه ما يفتح المسجد عشان اكون اول واحد يوصل الجامع. وبروح بلاقي ناس كان في اتنين اكبر مني في السن بلاقيهم واقفين، ربما ما يعرفوش الثواب العظيم ده لانهم مش دارسين زيي. طيب ايه اللي ياكد الكلام ده؟ اللي ياكد الكلام ده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اول الاول الدليل اللي قلته لحضرتك، فرق كبير قوي بين اللي قدم بدنه واللي قدم دجاجه، وان ساعات يوم الجمعه 24 ساعه من اول ما خلق من منذ ان خلق ابونا ادم عليه الصلاه. ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يوم الجمعه 24 ساعه، ما في ساعه الا ان الا الله سبحانه وتعالى يعتق فيها 600 الف نسمه من النار. برضه لو الحديث ده اعتقد انه انس بن مالك. يبقى الرسول قال ان يوم الجمعه 24 ساعه، يبقى الساعه هي الساعه 60 دقيقه. طب الرسول قال اللي بيجي في الساعه الاولى قسمها خمس ساعات، يبقى لازم تروح في الساعه الاولى عشان تمام التبكير. لانه قال من بكر وابتكر، يعني شديد التبكير، وغسل واغتسل، يعني اغتسل غسل جسمه وغسل راسه. ودهن من طيب اهلي، تحط احسن طيب عندك، تلبس احسن لبس عندك، ومشي ولم يركب، وده اهم شرط، ومشي ولم يركب. ودهن من الامام وانصت، يعني لازم تقعد في الصف الاول جنب المنبر عشان تسمع. ولم يلغ، ما تكلمش. هتاخد بكل خطوه مش خمس سنه 20 سنه. يبقى بدل ما هتاخد 20,000 سنه او 40,000 سنه عباده اللي هي خطواتك وانت رايح، خطواتك وانت راجع من المسجد، اضرب 40,000 في 1000 يبقى 40 مليون سنه عباده. ده يوم الجمعه في الايام العشر. فبالكم بقى لو يوم الجمعه وافق يوم عرفه، يوم ب 10,000 يبقى 400 مليون. وفي رمضان انا قلت الكلام ده قبل كده، اتكرر الكلام ده في رمضان، في كل جمعه في رمضان اربع جمعة ربما يصل الثواب الى مليار سنه عباده. ثواب لا يتصوره عقل، بهذا الثواب تصل الى الفردوس الاعلى الى الجنه. طب هنعمل ايه؟ في ناس بتقول لك انا ما اقدرش اروح اقعد جنب الجامع ثلاث ساعات في الساعه، مش قادر تقعد، اقعد في بيتك. وحدث نفسك لو كان الجامع مفتوح كنت نزلت اول واحد، ولو انت صادق في نيتك هتاخد الثواب. وانزل الساعه 9 الصبح واقف على الجامع، خش اول واحد واقعد في الصف الاول. الناس اللي تقعد في الصف الاول هتقعد يوم الجمعه في الجنه، في كل يوم جمعه في الجنه في الصف الاول على منابر من نور، قريبا جدا من رب العالمين، يتحدثون من رب العالمين. مثلا المراه ما لهاش صلاه جمعه، صلاتها في بيتها افضل بمراحل، لكن تحدث نفسها تقول يا رب لو كنت رجل لكنت ذهبت، او كنت عملت اللي بيعمله الرجل، كنت ذهبت بعد صلاه الفجر على طول. لو هي صادقه هتاخد نفس الثواب بشرط حسن تبع الزوج
وناس تصلي 5 صلوات في اول وقت بعد الصلاه.